يعني على كل حال تاني احنا بنركز في نفسنا وفكره. هنا لو هرجع تاني للغه الارقام وانا بحبها بصراحه، الفوز بالسوبر ده خلى حصيله الاهلي بقى 12 هنا لقب في كام مواجهه، في 8 مواجهات كانت بين الاهلي والزمالك في السوبر. طيب احنا حققنا كام؟ حققنا اللقب ده 6 مرات، الزمالك حققه مرتين. وبرده لو انا هقول لحضراتكم هنكمل بلغه الارقام، الفوز الاخير على الزمالك ده بقى رقم كام يا كريم؟ رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين. انا بقول لك ارقام والله، يعني نجيب ارقام عادي في كل البطولات. بواقع كام؟ 47 فوز في بطوله الدوري العام مقابل 16 فوز في بطوله كاس مصر، تمام؟ فوز وحيد كان في بطوله كاس السلطان حسين، و26 فوز في بطوله دوري القاهره، 6 مرات فوز في بطوله دوري ابطال افريقيا، 4 مرات فوز في بطوله كاس السوبر المصري. يعني احصائيا الاهلي فاز مرتين سوبر بركلات كمان الترجيح لو حضراتكم فاكرين في ارقام كره القدم. يعني المباراه بتسجل بالتعادل باختصار، وتاريخ مباريات الاهلي والزمالك لعب الفريقين 231 مباراه، فاز الاهلي في 100 وتعادل الفريقين في 78 وخسر الاهلي في 53، واحرز خلالهم بقى شوف الاجوال بقى 300 الاهلي، 346 هدف مقابل 242 هدف للزمالك. ده الارشيف او الاركايف زي ما بيتقال، وده التاريخ ودي المواجهات ودي الاجوال، برضو بنرجع ليها اوقات لما بنبقى محتاجين يعني.